السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في المحاضرة الثالثة للكابل مود ثيوري. يمكن خلال المحاضرة اللي فاتت عملنا أناليسيس كامل بالنسبة للدايركشنال كابلر، وكان في يعني assumption في البداية إن إحنا درسنا لـ two identical waveguides، كو دايركشنال identical waveguide. طيب سألنا سؤال في نهاية المحاضرة اللي فاتت، يعني if beta 1 is not equal to beta 2، لو في فرق في البيتا، لو عندي دلتا بيتا لا تساوي صفر هنعمل ايه؟ وهو ده عنوان محاضرتنا النهارده ان شاء الله، asymmetric codirectional coupler. يعني هنبتدي باذن الله محاضره اللي هو النهارده، بحيث ان احنا عندنا تو ويف جايدز، دول التو بارلل ويف جايدز بالنسبه لنا. عندي في فرق في البيتا، بيتا 1 لا تساوي بيتا 2، وبالتالي الكابلنج ما بين ويف جايد 1 وويف جايد 2 هيبقى فيري ليميتد، وخصوصا لو الفرق في البيتاز بيتا 1 وبيتا 2 كبير. هنبدأ نعمل ايه؟ احنا محتاجين نعوض الفرق في البيتاز دي علشان يحصل كابلنج ما بين ويف جايد 1 اند ويف جايد 2 زي ما هو موضح بالشكل اللي قدام حضراتكم. بس في عندي المثال ده ممكن يحتمل حاجه من اتنين. يا ترى لما هنقل الباور، على سبيل المثال لو انا هنقل الباور من ويف جايد 1 الى ويف جايد 2، هل الباور اللي هيمشي في ويف جايد 2 ده هيمشي في نفس اتجاه البروباجيشن بتاع ويف جايد 1 ولا في الكونترا دايركشنال؟ عشان كده يا جماعه في نوعين من انواع الاسيمتريك كو دايركشنال كابلر. في اسيمتريك كو دايركشنال كابلر اللي احنا في اتجاهنا اهوت، حتى من اسمها كو دايركشنال، يعني البروباجيشن خلال ويف جايد 1 وويف جايد 2 از ذا سيم ان ذا سيم دايركشن. لكن لو الكابلنج هيتم بين ويف جايد 1 ويحصل كابلنج مع ويف جايد 2 وبعد كده يمشي في الاتجاه العكسي، فده الكونترا دايركشنال كابلر. لكن احنا الاناليسيس بتاعنا النهارده هيبقى على الكو دايركشنال كابلرز فور تو اسيمتريك ويف جايدز ويز بيتا 1 لا تساوي بيتا 2. طيب زي ما اتفقنا، علشان نقدر نعمل الكابلنج طول ما الفرق في البيتاز كبير احنا مش هينفع نعمل كابلنج، او الكابلنج هيبقى ضعيف. اذا احنا محتاجين نعمل بيرتربيشن ما بين ويف جايد 1 ويف جايد 2، بس عشان عايز ممكن نعمل جريتنج مثلا ما بين ويف جايد 1 ويف جايد 2 بحيث تعوض الفرق في البيتاز، بحيث ان البرتربيشن ده يديني فيه فرق في الفيز يكافئ الفرق في البيز في الفيز ما بين بيتا 1 وبيتا 2، وبالتالي يحصل الايه؟ الجايدنج. وهي دي الفكره العامه اللي احنا هنبدا نعملها. هتعمل ايه زي ما اتفقنا؟ ممكن نعمل جريتنج بالشكل ده. جريتنج يعني ابسط مثال ريفراكتيف اندكس او هاي اندكس لو اندكس، هاي اندكس لو اندكس، جريتنج ستراكشر بجريتنج بيريود مثلا مقدارها هول بيتش وليكن A او لامدا كابيتال. طيب وفي الحاله دي هتعمل ايه؟ زي ما اتفقنا احنا محتاجين نحسن في الكابلنج كوفيشنت ما بين التو ديفرنت ويف جايز دول. ما دام هم في فرق كبير في البيتا، لا فاحنا اتفقنا ان احنا محتاجين نحط بيرتربيشن هنا وليكن جريتنج ستراكشر عشان نحسن الكابلنج كوفيشنت. ما تنساش ده كان الكابلنج كوفيشنت اهوت، ودي المعادله المعتاد استخدامها ما بين التو ويف جايدز اللي هي كابا 1 2 لو انتم فاكرين. كان في عندي بارامتر، البارامتر اللي هو البيرتربيشن اللي هو دلتا ان 2 دوت. فهي الفكره هنا ان احنا تو انتروديوس ا بيرتربيشن with refractive index difference اللي هو delta n2 as a function of x and z equals to f of x sin kz. يعني ايه الكلام دوت؟ اصل ممكن يكون البرتربيشن اللي هي delta n2 اللي هي في النص هنا دي، دي نقدر نقول ان البرتربيشن ده ممكن يكون any functions، يعني ابسط functions اللي احنا شايفينها قدامنا ده الجريتنج ده، high index low index high index low index وهكذا. ممكن نعمل البرتربيشن ده زي ما اتفقنا، هو بتاخد اكتر من صيغه، ممكن تاخد اكتر من داله، ممكن تاخد المثال او الشكل اللي احنا اتفقنا عليه دلوقتي اللي هو هاي لو هاي لو هاي لو. ممكن يكون البرتربيشن ده او الريفراكتيف اندكس فاريشن ياخد التراينجولار شيب، ممكن تاخد اللي هو الساينوسويدال شيب. علشان كده انا سبقت الاحداث وقلت انا ممكن اعمل البرتربيشن ده يا جماعه وهو عباره عن الفانكشن اوف اكس اند زد، هي عباره عن اف اوف اكس للفاريشن في الريفراكتيف اندكس في اتجاه الاكس او الفاريشن في از فانكشن اوف اكس، وبالنسبه للفاريشن في الزد واخد شكل ساينوسويدال ويف. بمعنى احيانا من الصعوبه اللي انت تعمل هاي لو هاي لو هاي اندكس لو اندكس وهكذا،
ممكن تعمل الفاريشن في اتجاه الزد ده بالنسبه للاندكس يبقى سموثلي كده از ساينوسويدال ويف انستيد اوف يوزنج الايه اللي تشينج الحاد في الريفراكتيف اندكس ما بين تو ماتيريالز يبقى هاي اندكس لو اندكس. المهم بالنسبه لنا ان يحصل عندي بيرتربيشن علشان يعوض او يعمل فرق في الفيز، يعوض الفرق في الفيز او يساوي تماما الفرق في الفيز ما بين بيتا 1 وبيتا 2. طيب خلينا بقى نبدا الاناليسيس بتاعنا، ان احنا هنحط بيرتربيشن عباره عن اف اوف اكس ساين كي زد، وطبعا الكي ده ملوش علاقه بالكابا او الكابلنج كوفيشنت، الكي ده ليه علاقه بالبيريود جريتنج بتاع الاستراكشر اللي هو عباره عن 2 باي اوفر الجريتنج كونستانت، وير اللامدا كابيتال دي اللي هي عباره عن الجريتنج كونستانت. طيب ممتاز، تعالى بقى كده نشوف الاناليسيس هيتم ازاي. بعد ما احط الجريتنج ده ايه الكونديشن اللي المفروض يتحقق علشان نعمل كومبليت كابلنج ما بين ويف جايد 1 الى ويف جايد 2؟ تعالى بقى كده نشوف الاناليسيس بتاعنا هيتم ازاي. طيب ممتاز جدا، تعال زي ما اتفقنا ممكن البرتربيشن ده ياخد اكتر من فانكشن، لكن احنا هناخد اللي هو المثال البسيط ده عشان يسهل علينا في الحل شويه، اللي هي الساينوسويدال ويف اللي هي ساين كي زد. طيب دي الكابا كوفيشنت ايه اللي حصل؟ ان انا شلت دلتا ان سكوير وحطيت البرتربيشن بتاعي اللي هو عباره عن اف اوف اكس ساين كي زد. طيب لو انت فاكر او لو عملنا الانتجريشن ده، الله، انا اولا انا هكامل بالنسبه لي الدي اكس، ممتاز جدا، اذا الساين كي زد ده بالنسبه لي يعتبر كونستنت، هيخرج بره حدود التكامل ده ثابت. هيتفضل عندي انتجريشن لاف ساي واي كونجكت في اف اوف اكس، وبعد كده هيتضرب في اف ساي 2 دي اكس، تمام جدا. لو خدت بالك ناتج التكامل ده هيديني ثابت، هيديني كونستنت، هيتضرب في كي نوت سكوير في 2 على 2 باي على 2 بيتا 1 برضه هيديني كونستنت. يعني كابا 1 2 ده تعتبر بالنسبه لي دلوقتي كونستنت اسمه سي 1 2 في ساين كي زد، في ساين كي زد، صح كده؟ ولو انا رحت كتبت الكابا كوفيشنت كي 2 1 صح كده؟ هيديني برضه بنفس الميثودولوجي كده هتديني انذر كونستنت وليكن هتبقى سي 2 1، صح يا جماعه؟ من هنا نقدر نقول ايه يا جماعه؟ لو بدانا او رحنا للكابلد ويف ايكويشنز اللي احنا كنا وقفنا عندها في المرحله اللي فاتت او المحاضره اللي فاتت، كنا احنا جينا هنا على دلتا بيتا زد وقلت فور ايدنتيكال ويف جايز كانت الدلتا بيتا دي بتساوي صفر ويقص صفر بواحد، وطلع عندي المعلتين دول صح كده؟ وكانت كابا 1 2 هي نفسها كابا 2 1. لا، الموضوع المره دي مختلف. اولا الدلتا بيتا ما ينفعش اقول عليها بتساوي زيرو لان لها فاليو دلوقتي. ثانيا كابا 1 2 هتاخد بقى الشكل ده سي 1 2 ساين كي زد، وكابا 2 1 هيبقى سي 2 1 انذر كونستانت في برضه ساين كي زد. وبالتالي اصبح عندي معادلتي الكابلنج كوفيشنز تم تغييرهم وخدوا الشكل الاتي، دي المعادله الاولانيه ودي المعادله الثانيه. ممتاز جدا. طيب محتاجين نحل. طيب فاكرين الساين؟ بالظبط كده، دالة الساين دي I can express it in the following form. دالة ساين كي زد ممكن يعبر عنها بدلالة E أس I كي زد ناقص E أس ماينس I كي زد على 2I، صح كده يا جماعة؟ وبالتالي هشيل ساين كي زد هنا واحط المعادلة دي، فالمعادلة الأولانية دي هيطلع في هنا ترمين، والمعادلة التانية دي لما اشيل ساين كي زد واحط الدالة دي هيديني هنا برضو ترمين، مظبوط كده يا جماعة؟ يلا ابدأ اعوض كده، ادا الترميم بتوعي اهو، طبعا ادا نيجاتيف سي 1 2 نزلت زي ما هي، ولما تتضرب هنا الاي هتتشال مع الاي وتفضل اتنين في المقام اهو، وعندي بيتا بي هنا نزلت زي ما هي، والترم ده او الترمين دول هيتضربوا في اي اس اي دلتا بيتا زد، وبالتالي ده لما يتضرب في دلتا اي كي زد، ونفس ده اللي هو اي اس اي دلتا بيتا زد يتضرب مره ثانيه في اي اس نيجاتيف اي كي زد هيدي لي التو تيرمز دول. نفس الكلام بالنسبه للمعادله الثانيه. يبقى ببساطه عندي هنا ساينوسويدال ويف
عبرت عنها بدلاله الاكسبوننشال تيرمز اللي قدامي، وضربت الايه او شلت الساين او ريبليسد الساين بالايه الفانكشن اللي قدام. ممتاز جدا يا جماعه. ايه بقى اللي هيبدا يظهر عندي هنا؟ طبعا يعني تعالى انا عندي ملحوظه هقولها الاول، وبعد كده ارجع لحل المعادله اللي قدامي دي او المعادلتين اللي قدامي دول، لان الملحوظه دي هتؤدي في النهايه الى ان انا انجلكت بعض التيرمز. هتؤدي في النهايه ان انا في عندي بعض التيرمز هتقول في النهايه او الكونتريبيوشن بتاعها في الحل السيستم اللي قدامي ده هيقول الى الزيرو. يعني ايه الكلام ده يا جماعه؟ طيب تعالى كده نفتكر سويا، لو انا عندي ديفرنشال ايكويشن بالايه بالشكل اللي قدامك، دي ايه باي دي زد بيساوي كوزاين، يعني معادله التفاضليه دي بتساوي داله ساينوسويدال. طبيعي الحل بتاعها، يعني ايه الحل بتاعها هنا؟ يعني الحل هيبقى بتاع إيه؟ هيبقى عباره عن ايه؟ ساينوسويدال ويف، صح كده؟ كامل الطرفين كده، تكامل دي ايه باي دي زي هيدي لك ايه از ا فانكشن اوف زي، وتكامل الكوزاين ايه الداله اللي لما اجي افاضلها طبعا الساين هيديني تفاضل الايه اللي هي تكامل اللي هو الكوزاين هيديني ايه ساين، مش كده؟ طبعا ممتاز جدا على الكي طبعا. طيب يا جماعه هو انا دلوقتي اذا هخرج بكونكلوجن، الكونكلوجن ايه هو؟ ان انا لو عندي تفاضليه، معادله تفاضليه عباره عن ساينوسويدال ويف، السوليوشن بتاعها هيبقى ساينوسويدال برضو، دي اي باي دي زي بتساوي كوزاين، السوليوشن بتاعها ويل بي تيكن از ا ساين، مش كده ولا ايه؟ طب الساين ده يا جماعه الكونتريبيوشن بتاعها او الافريج خلال الافريج اوفر لونج ديستنس، الافريج بتاع الساين اوفر ا لارج ديستنس هيبقى ايه؟ ايكوال تو زيرو او ابروكسيميتلي زيرو، صح كده؟ سو ات ويل هاف نو كونتريبيوشن تو ذا سوليوشن. انا بس بدي هنا ملحوظه صغيره، لما يكون عندك معادله تفاضليه دي اي باي دي زي بيساوي يعني دايله بتوسيليت كداله كوزاين او داله ساين، السوليوشن بتاعها كمان هيبقى اوسيليشن او اوسيليت، صح كده؟ وبالتالي الافرج بتاع السوليوشن ده اوفر ا لونج ديستانس ويل بي ابروكسيميتلي زيرو، وبالتالي مش هيبقى ليها كونتريبيوشن في الحل. طب افرض لو عندي الدي اي باي دي زي خدت الشكل ده بوزيتيف اور نيجاتيف، الاي في ثابت اخر اسمه اي سمول كونستانت في الاي اوف زد، بالظبط كده السوليوشن في الحاله دي هيبقى اكسبوننشال تير. عايز تتاكد لو دي الداله فاضلها كده هيدي لك بوزيتيف اور نيجاتيف اي، صح كده؟ في الاكسبوننشال تيرم اللي هو في اي اوف زد، وبالتالي ما تقدرش تقول في الحاله دي ان انت عندك او الكونتريبيوشن في الاخر بتاعك هيدي لك زيرو، ما هياش اوسيلاتوري، صح كده يا جماعه؟ يبقى كده عندي ملحوظتين، لو المعادله التفاضليه بتساوي ساينوسويدال ويف الحل بتاعك برضه هيبقى اوسيلاتوري، وبالتالي الافريج او الكونتريبيوشن بتاع السوليوشن ده في الاخر او الترم ده ككونتريبيوشن او الافريجنج بتاعه هيساوي زيرو اوفر لارج ديستانس. لكن لو الدي اي باي دي زي بيساوي ثابت في الاي اوف زي، تمام كده؟ السوليوشن بتاعك هيبقى اكسبوننشال تيرم، لما تيجي تعمل له افريجنج خلال لونج ديستانس هنا ما تقدرش تقول ان هو هيساوي زيرو. ماشي يا جماعه؟ عشان كده انا لخصت الجملتين دول وكتبت only terms in the expansion that achieves phase matching will be selected. طيب الكلام ده هيفيدني في ايه بقى دلوقتي؟ الكلام ده هيفيدني لو بصينا على التو ايكويشنز اللي قدامنا دول، هنلاقي في عندنا هنا اربعه تيرمز اهم، منهم اتنين عباره عن اي اس اي كي زائد دلتا بيتا في الزد اللي هو الترم الاولاني والترم الرابع ده، وفي ترمات تانيه اي اس اي دلتا بيتا ناقص كي في الزد. طيب تعال نبص للترمين دول الاول، الترمين دول في الاخر هيقولوا الى ساينوسويدال، صح كده؟ فاكر اي اس جي اكس عباره عن كوزاين اكس زائد جي ساين اكس، صح يا جماعه؟ يعني في الاخر الترمين دول الافريجنج بتاع او الكونتريبيوشن بتاعهم في السوليوشن كافريج خلال الديستانس خلال البروباجيشن ديستانس هيبقى بيساوي زيرو، وبالتالي اقدر نجلكت. لكن الترمين التانيين دول اللي هو فيهم دلتا بيتا ناقص كي، الله ده لو الدلتا بيتا سوت الكي، صح كده يا جماعه؟ الكلام ده هيديني اي اس صفر، اي اس صفر بواحد، وبالتالي هتبقى المعادله التفاضليه هتقول الى دلتا اي باي دي زي
كونستانت في البي، صح يا جماعه؟ والمعادله دي هتبقى كونستانت في الاي، فاكر لسه قايلينها من شويه اللي هي ممكن تدي لك اكسبوننشال تيرم، وبالتالي هتقدر تدي لك سوليوشن او هتكونتريبيوت عندك في الحل، هتكونتريبيوت عندك في الحل. وبالتالي يا جماعه لو احنا قدرنا نختار الجريتنج كونستانت او الجريتنج بيريود بتاع البرتربيشن تو ميك ان الدلتا بيتا تساوي الكي، ده ايه؟ ده في الاخر هيكمبنسيت الديفرنس في البيتا بتوين الويف جايدز. زي ما قلنا من شويه احنا كان عندنا دلتا بيتا، دلتا بيتا، والدلتا بيتا دي للاسف كانت في كبيره، فمش قادر يعمل كابلنج او مش قادر تعمل كابلنج ما بين ويف جايد 1 وويف جايد 2. لكن انا لما عملت بيرتربيشن عن طريق الجريتنج، واللي انا مقدر ممكن اتحكم فيه عن طريق الجريتنج كونستانت اللي اسمه كي، فالجريتنج كونستانت ده او الجريتنج اللي انا حطيته عمل لي فيز كومبنسيشن، بحيث لما اتضرب في الترم بتاع الفيز ديفرنس اللي هو دلتا بيتا هيتطرح منه، وبالتالي الترم ده لو انا قدرت اقول ان الدلتا بيتا هتساوي الكي كده، ما عادش فيه او الايفكت اوف اللارج دلتا بيتا اللي كان في البدايه هيفانش، وبالتالي يحصل كابلنج مره ثانيه من ويف جايد 1 الى ويف جايد 2، صح كده؟ ممتاز جدا. يعني نقدر نقول ان الترمين دول بتاع كي زائد دلتا بيتا اللي هيدوني السولاتري، اللي في الاخر خالص هيدوني افريجنج تو زيرو، واللي هيتبقى عندي الترمز المتبقيه اللي فيها اي اس اي دلتا بيتا ناقص كي زي ما حضراتكم شايفين. ممتاز جدا. اللي علشان اقدر اقول ان يحصل كابلنج وجود كابلنج من ويف جايد 1 الى ويف جايد 2، لازم تختار جريتنج كونستانت كي ي equals الدلتا بيتا، ي equals الدلتا بيتا. ممتاز يا جماعه، دول المعادلتين الجداد اهمت. خلاص بنفس الطريقه هفاضل المعادله الاولانيه علشان يظهر عندي هنا، بس خد بالك انت بقى عندك هنا حاصل ضرب ايه؟ دالتين، تفاضل الاول في الثاني زائد التفاضل الثاني فين؟ في الاول، ما تنساش، صح كده؟ وبالتالي هيبقى عندي دي سكوير اي باي دي زد سكوير، عندي هنا تفاضل الاول في الثاني، لو انا قلت الدي بي باي دي زد يبقى ده الترم اهوت معايا، يبقى سي 1 2 على 2 دي بي باي دي زد في الاكسبوننشال، ولو انا هثبت بقى البي يبقى سي 1 2 على 2 وهنا البي، تفاضل اي اس اي دلتا بيتا ناقص كي في الزد في اي بي اي اس اي دلتا بيتا ناقص كي في الزد، اهي خدتها كومن فاكتور في تفاضل الاس هنا اللي هو دلتا بيتا ناقص كي. اعتقد اكسرسايز سهل قوي، حاصل ضرب دالتين، تفاضل الاول في الثاني زائد التفاضل الثاني في الاول، تفاضل الاول يبقى دلتا بي باي دي زد في الايه في الثاني، تفاضل الثاني باي اس اي دلتا بيتا ناقص كي في الزد في تفاضل الاس اللي هنا يبقى دلتا بيتا ناقص كي، مش كده ولا ايه يا جماعه؟ ممتاز جدا. طيب احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا هنختار الجريتنج كونستانت بتاعي بحيث ان ايه يساوي او يعوض الفرق في الفيز اللي مقداره دلتا بيتا. ممتاز جدا. لو عملت كده يبقى الترم ده هيبقى بكام؟ بصفر، لان يبقى اي اس صفر قصدي بواحد، الاس بصفر، اي اس صفر بواحد، وده كمان دلتا بيتا هتساوي الكي فده كمان هيبقى بيساوي زيرو، يتفضل الترم الوحيد اللي هنا. فاكرين؟ شبه جدا المعادله اللي احنا حليناها سابقا. من هنا بقى اقدر اشيل الدلتا بي باي دي زد واحط الترم ده، صح كده؟ مع وضع الدلتا بي بيساوي كي، فالاكسبوننشال ترم ده كمان بقى بيساوي ايه؟ بقى بيساوي 1، يعني اكنك بالظبط بتقول سي 1 2 على 2 في سي 2 1 على 2 وفي هنا نيجاتيف وفي هنا الاي، صح يا جماعه ولا ايه؟ مظبوط؟ اهو يبقى دلتا بي باي دي زد اصبح بنيجاتيف سي 2 1 على 2 في الاي، اهو هشيل بقى الدلتا بي باي دي زد واحط الكونستنت ده، وبالتالي يا جماعه المعادله التفاضليه اصبحت دي سكوير اي باي دي زد سكوير عباره عن نيجاتيف اضرب ده في ده يبقى سي 1 2 في سي 2 1 على 4 في الاي، صح كده؟ ودي المعادله الايه التفاضليه اللي ظهرت عندي، محتاج احلها واجيب الاي اوف زد، وبعد كده اعوض في المعادله الثانيه اجيب البي اوف زد، مش كده ولا ايه؟ طيب الثوابت دي كلها هتحتاج ايه؟ يحتاج طبعا بالظبط كده الباوندري كونديشنز،
طيب يعني ايه باوندري كونديشنز؟ يعني هبدا اشوف عند الزد بتساوي زيرو، الاكسايتيشن منين؟ الاي بتساوي كام؟ بالظبط كده. طبعا انا اقدر اسهل على نفسي الموضوع اكتر واشيل بقى الثابت اللي هو سي 1 2 في سي 2 1 على 4 واسميه جاما سكوير مثلا، وبالتالي بقى شكل المعادله دي تربيع اي باي دي زد سكوير زائد جاما سكوير في الاي، الكلام ده بيساوي زيرو. زي ما اتفقنا الثوابت والجاما والكلام ده، ابدا ابص بقى عند الاكسيتيشن، عند الزد بيساوي زيرو، عند الزد بيساوي زيرو اسيومنج ذات ان الانبوت بتاعي داخل على ويف جايد 2، على ويف جايد 2، وبالتالي الاي اوف زيرو هيساوي 1. ولو انا كنت ببص على البي يبقى البي هنا بتساوي صفر، البي هنا هتساوي صفر. ممتاز جدا. لو انا بصيت بقى هنا بعد انتهاء البيرتربيشن، خد بالك ان نتيجه للبيرتربيشن ده بدايه من اول الجريتنج هنا هيبدا يحصل الكابلنج، يعني اللايت يمشي يفضل ماشي في ويف جايد 2، اول ما يلاقي البيرتربيشن يبدا هنا بقى الايه الكابلنج يتم، والامبليتيود بتاع الايه يبدا يقل 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 لغايه ما اوصل عند زد بيساوي ال، ويحصل الكابلنج الى ويف جايد 2 1 اللي هو هنا. بعد كده لو انا وقفت البرتربيشن هنا كده خلاص ما عادش هيحصل كابلنج اني مور، لان ترجع في المنطقه دي خلاص الفيز ماتشنج انتهى، انت كنت بتعوضه بمين يا جماعه؟ بالجريتنج. يبقى انا المفروض احط الجريتنج ده باستمرار واكمله لغايه ما يحصل كومبليت كابلنج ما بين ويف جايد 2 الى ويف جايد 1. طب اسيومنج ان فعلا عند الزد بيساوي ال، وان انا اخترت فعلا الطول المناسب، كده خلاص الباور اتنقلت من ويف جايد 2 الى ويف جايد 1، وعند الزد بيساوي ال الامبليتيود بعد كده المتبقي، والله لو كان كومبليت كابلنج حصل يبقى اذا الاي عند النقطه دي هتساوي صفر. طب ما كانش لسه الكومبليت كابلنج حصل، الباور لسه فيها شويه هنا عند الاي، هنا الامبليتيود بعد عمليه البرتربيشن لن يحدث له اي تغيير. يعني الدي اي باي دي زد عند الزد بيساوي ال بيساوي صفر. يبقى عندي هنا زي ما احنا شايفين اهو، بعد كده عند شايف الامبليتيود كان في الاول عند ويف جايد 2 وكان الاي بتساوي 1، بدات يحصل البروباجيشن ويحصل باور كابلنج، والباور اتنقل من ويف جايد 2 الى ويف جايد 1 لغايه ما وصلت عند زد بيساوي ال، اي امبليتيود بعد كده بالنسبه للاي لن يحدث له تغيير لان مش هيحصل بعد كده كابلنج او باور ترانسفير، لان الهدف من البرتربيشن او اللي كان بيعمل لي باور كابلنج هو وجود البرتربيشن. مجرد ما البرتربيشن ده ولا الجريتنج ده خلص كده اللي متبقي في ويف جايد 2 هيفضل، واللي راح ويف جايد ايه هيكمل فيه اللي ويف جايد 1 قصدي. تمام يا جماعه؟ طب افرض كان هنا عند النقطه زد بيساوي ال، دي كان عند زد بيساوي ال كان كومبليت كابلنج حصل خلاص، يعني لو ده كان نزل لغايه الزيرو ما فيش مشكله. ما حصلش كومبليت كابلنج خلاص بعد الزد بيساوي ال وبعد انتهاء الجريتنج هيفضل الامبليتيود ثابت، وبالتالي الدي اي باي دي زد هتساوي صفر. طبعا الاوردينري ديفرنشال ايكويشن اللي قدام حضراتكم دي لو انت دخلتها لاي برنامج زي الماثيماتيكا فور اكزامبل، او احنا لو انت شاطر في الماثيماتكس تقدر تحلها. احنا وصلنا للحل عن طريق الماثيماتيكا وطلع الحل بالنسبه لي الاي اوف زد عباره عن كوشاين جاما اللي ناقص زد في سيكشن الجاما. تمام يا جماعه؟ واضحه الفكره يا شباب؟ يبقى الفكره هنا لو خدنا بالنا كلها مبنيه على وجود بيرتربيشن علشان يعوض او يديني فرق في الفيز يعوض الدلتا بيتا، بحيث ان يطلع عندك اكسبونينشال تيرم زي ما شفنا من شويه دلتا بيتا ناقص الكي. فعلا لو الدلتا بيتا دي اتشالت عن طريق الكي خلاص يبقى كده الكابلنج، او يبقى انا كده عوضت الفرق فين؟ في الفيز، وكانها مساله ايدنتيكال ويف جايد. بس الفرق كمان هنا ان طول ما الجريتنج ده موجود ومستمر معاك يقدر يحصل كابلنج ما بين الاثنين ويف جايد، لكن قطعته خلاص الكابلنج لن يتم بعد ذلك. يا ريت تكون الامور واضحه وفكره الاسيمتريك كو دايركشنال كابلر تكون واضحه، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.